السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا. النهاردة يعني بنتأسف طبعا على الغياب، بقالنا فترة كبيرة بنتأسف إن احنا يعني ما استمرناش في الدورة، ولكن يعني بنستمر في الدورة زي ما انتم شايفين وزي ما انتم عارفين، دورة صمم تطبيقات بنفسك بدون برمجة. يعني دورة تصمم تطبيقات بنفسك بدون برمجة طبعا دورة مهمة جدا، يعني خرجنا عن إطارها برضو في إنشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف. طبعا القناة تبقى مخصصة لأكتر من حاجة، لازم نبقى عارفين وفاهمين كده، ولكن دورة تصمم تطبيقات بنفسك بدون برمجة طبعا هتكون ليها الطرح الأكبر. يعني إحنا يعني دورة تصمم تطبيقات كانت 23 درس، تعرفنا منهم على حاجات كثيرة جدا. يعني أتمنى الدعم طبعا، أتمنى زيادة الاشتراك. يعني لو أنت مش مشترك في القناة، لو أنت شايفنا ومش مشترك في القناة، أتمنى إن أنتوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. كمان يا ريت لو في دعم للقناة أكتر. طبعا النهارده هنتكلم في حاجه مهمه، وهي انت ازاي لو انا عندي ملف، مثلا لو انا عندي ملف وعايز اعمل له شير، طبعا انا او لو عندي حاجه وعايز اعمل لها ايه، عايز اعمل لها شير. الـ الشير يعني ايه؟ يعني انا بتكلم في ان انا ملف مثلا عندي وعايز اعمل له شير على الواتساب، على الماسنجر، على الكلام ده، تمام؟ حاجة زي مثلا احنا بنتكلم في الواتساب، الماسنجر، حاجات زي كده، في مثلا على التليجرام. طيب احنا هنعمل حاجة بسيطة كده، طبعا تعالوا كده نشوف اخر فيديو من ضمن الحاجات اللي عندنا والتعليقات اللي موجودة. يعني تيك مارك يعني بيقول ديك مارك بيقول بجد الله ينور يا هندسه، ما شاء الله عليك، عايزين نتعرف على كيفيه انشاء برنامج كامل. حضرتك زجرت طبعا، التعليقات دي انا شفتها اخر مره من ضمن الحاجات يعني اللي شفناها. في حضرتك ذكرت في الفيديو ان في حاجه اسمها الكودلار ستور، ممكن تعرفنا عليه وازاي نستفيد منه؟ ان شاء الله هنعرفك باذن الله. هنعرفك يعني الكودلار ستور ده هتدخل عليه ازاي وطريقه الدخول عليه وكده. وان شاء الله هيبقى فيه برضو زي ما قال كده الباشمهندس محمد يحيى، يعني في هتبقى في دورة مخصصة او جزء من الدورة دي ان شاء الله. احنا في الجزء الثاني، الجزء الثالث بإذن الله هيبقى تطبيقات كاملة، يعني هنجيب تطبيق معين ونعمله كامل قدامكم ان شاء الله على كذا درس، او ممكن يتعمل على درس واحد. وكمان هنطرح انتوا عايزين ايه، يعني انا عايز مثلا اصمم تطبيق مثلا كذا، هنعرفك وهنعلمك ازاي يتم تصميم التطبيق ده عشان يبقى سهل بالنسبة لك. وطبعا موضوع ان انا انزل الاي اي اي اللي هو السورس كود او الحاجة دي، انا في قنوات بتعملها يعني، لكن انا ما بحبهاش بصراحة. ليه؟ انا عايزك تتعلم، يعني هو سهل جدا انت تاخد السورس كود، لكن انا عايزك تتعلم اكتر يعني، تمام؟ في ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك، ربنا يخليك يا باشمهندس محمد. جيسكول بيقول اشكرك يا هندسه، ان شاء الله تكمل معاك في نهايه في النهايه الى النهايه، وكلنا بندعمك، شكرا جدا، شكرا لحضرتك. مركز التدريب المهني، شكرا يا هندسه على الشرح الجميل الوافي، ربنا يوفقك ويزيدك علم، شكرا لحضرتك، اتمنى المتابعه. فوركس تارجت بيقول هل حضرتك هتشرح الجي سان اي بي اي او جوسن اي بي اي؟ لو نعم انا عندي فكره الدرس، لو حضرتك تحب اعرضها عليك. طبعا ان شاء الله هنشرحها، متقلقش، موضوع الاي بي اي كمان هنشرحها ان شاء الله، وان شاء الله هنطرح برضو ايه نقاش، ولو في حاجه طبعا تتواصل معايا على الفيسبوك عادي يعني، او تتواصل معايا على التعليقات يعني. باشمهندس محمد يحيى بيقول بالنسبه لقله الاشتراكات عن تجربه، يجبرك لعمل اعلان ولو مره واحده، خوارزميات خبيثه جدا من قبل اليوتيوب، لازم اعلان مدفوع وتاكد ان المنصه تقصد ذلك، وربنا يوفقك. والله يعني هو باشمهندس انا تعبت يعني، بحس ان انا خصوصا الاحصائيات بتبان اكتر
موضوع ان انا في معظم المشاهدات بتبقى اللي مش عامل اشتراك، يعني انا مش من اليوتيوب، لا ده من الناس. يعني انت هتخسر ايه لو القناة انت شايفها كويسة والدورة كويسة وفريدة من نوعها، ليه يعني ما تعملش اشتراك، ما تفعلش زر الجرس كده يعني. طيب احنا في البداية هندخل على درس النهاردة ان شاء الله وهنسميه شير، تمام؟ الدرس سهل ان شاء الله، هنعمل كريت اب كده وهنسميه شير، تمام؟ طيب تعالى نقول فكرة كده جميلة. أنا أقول لكم فكرة، وليكن يعني مثلا هناخد صورة معينة، خلاص هناخد نعمل تيك سكرين. منين؟ يعني احنا هندمج حاجتين في بعض. احنا مثلا وليكن هنعمل اتنين بطن، وليكن بطن وبطن تانية، هنسمي البطن الأولى. طبعا احنا عايزين نخلي كده الحاجات الجميلة دي تبقى في النص سنتر كده، تمام. وهنسمي البطن الأول وليكن سميه هنسميه مثلا وليكن افتح الكاميرا، خلاص. وهنسمي التاني هنسميه مشاركة، أو نسميه بقى بالإنجلش شير، خلاص شير. طيب افتح الكاميرا. طيب هن يعني أول حاجة لازم، طبعا احنا دلوقتي في حاجتين، يعني أنا هنجيب بقى تطبيق كده عشان الموبايل يبقى معانا برضو، تمام، عشان يبقى الموبايل معانا أشوفه وأرجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده هندخل على افتح الكاميرا، يعني زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين في افتح الكاميرا وشير زي ما انتم شايفين. طيب احنا عايزين نعرض الصورة ما بين الكاميرا والشير، يعني الصورة اللي احنا هنلتقطها نعرضها. وليكن نجيب ايمج كده في النص ونخلي بلاش الهايت، خليه اوتوماتيك، ونخلي الطول العرض، تمام، هتبقى بين كده وكده يعني، تمام. و ندوس على الشير. طب هنعمل ازاي بقى؟ يعني احنا عندنا الصوره يعني في النص، هي طبعا مش باينه. طب هنعملها ازاي بقى؟ هندخل على اول حاجه، وهي انا يعني دلوقتي الضغط ده بوتون واحد اللي هي ممكن نسميه كاميرا، ده الاسم عشان نقدر نعمله يعني، وده سميه شير، خلاص. مش ندخل بقى على نجيب الكاميرا، هنجيب الكاميرا اهي، خلاص. هوين كاميرا دوت كليك، اول ما نضغط على الكاميرا، خلاص احنا زي ما انتم شايفين كده، ايه اول ما نضغط على ده، اول ما نضغط على افتح كاميرا ده يعمل ايه؟ طيب في عندنا حاجة اسمها كاميرا، يعني في عندنا اسمها كاميرا، تعالوا كده نشوفها. ايوه كاميرا اهي، نروح واخدينها كده ومنزلينها، مفيهاش حاجة، بس هي تبقى هنا كاميرا، تمام اهي. فيها ايه؟ فيها كول كاميرا هاز فلاش، او افتح الفلاش و تيك ا بيكتشر. طيب هاتها كده، خلاص كده. اول ما اضغط على افتح الكاميرا هيبدأ ايه؟ هيبدأ يفتح لي الكاميرا بتاعتي اهو، بصوا بصوا، فتح الكاميرا اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده، تمام. مش فتح الايه؟ فتح الكاميرا. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض الكاميرا دي بيقول لي هوين كاميرا 1 اللي هو الكاميرا دي افتر بيكتشر. طب تعال ناخدها كده، بعد ما يلتقط الصوره يعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي هنلتقط الصوره يعمل ايه؟ وطبعا ايمج نظهرها هنا، يعني هنظهرها ايه؟ هنظهرها هنا. طيب طبعا الكاميرا زي ما انتم شايفين كده هي مفتوحه اهي، يعني مفتوحه اهي، بصوا اهي. طيب طيب هنعمل ايه؟ هندوس على
الايمج دي، وهناخد الست ان احنا نخلي الايمج دي ست مش جيت، خلي بالكم ست. تمام، ناخد الايمج اهي ست ست دوت ايه بقى؟ دوت بيكتشر. تمام، دوت بيكتشر، ونجيب ايه بقى؟ ونجيب الايمج اهي اللي هي القيمه، ناخدها جيت، فاهميني؟ جيت اهي القيمه بتاعت ايه؟ بتاعت دي. طب تعالى نجرب كده، هبصوا بصوا بصوا، هندوس كلمة صح اهي، شوف 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 ظهرت ازاي، اهي اهي ظهرت، اهي ظهرت تحت اهي، خلاص خلى الايمج ايه الحاجة دي. طيب ده بالنسبة لي الجزء الاول، يبقى انا عشان اخدها بعمل كول للكاميرا، بعمل كول للكاميرا بقول تيك بيكتشر، وبعد كده بقول ايه؟ بقول بعد ما تاخد الصورة تعمل ايه؟ بعد ما تاخد الصورة دي تحطها في الايمج، تبقى ظاهرة قدامك زي ما انت شايف كده. طيب سيت ايمج دوت بيكتشر، القيمة بتاعت بيكتشر ان هي كصورة، و تو جيت ايمج اللي هي القيمة بتاعتنا دي، هو بيطلع لك جيت وست. ست يعني ان انا اعمل جيت، هات القيمة اللي هي موجودة. تمام، القيمة اللي هو خدها ايه؟ اللي هو خدها ايه؟ تمام، دي رقم واحد. طيب انا عايز بقى اعمل شير ولا ايه؟ انا عايز اعمل بقى ادوس هنا اعمل شير على ايه؟ الواتساب والكلام ده. طيب اعمل شير ازاي؟ ارجع تاني، يعني طيب انا ضفت هنا الكاميرا، لو تلاحظوا لو تلاحظوا انا ضفت هنا الكاميرا عشان يقدر يفتح لي الكاميرا. طيب ايه بقى اللي عندنا؟ في حاجه اسمها شير. شير فين؟ شير شيرنج، شيرنج في السوشيال يعني. تعالى كده نشوف السوشيال، السوشيال اي اللي هي السوشيال ميديا يعني، وهتلاقي الكونتاكت بيكر والايميل والفون كول والكلام ده، وشيرنج، وفي التكستنج طبعا والتويتر والحاجات دي. شيرنج اهي، اروح منزلها هنا هتلاقيها مش باينه، مفيش اي حاجه. شيرنج سندنج ما فيهاش الا شير ديالوج مسج، سندنج يوز او يوزنج او سند يوزنج، طبعا ده مالكوش دعوه بيه. هندخل على الشيرنج، الشيرنج ده فيه بعض الخصائص اللي جوه. طيب انا اول حاجه لازم اجيب الشير، ادوس كليك، امر كليك، فين امر كليك؟ اهو امر كليك اهو. تمام، هجيب الشيرنج اهي، الحاجات اللي فيها. طب تعالى كده شوف كل شيرنج 1 اللي هي الشيرنج دي، دوت شير فايل، دوت شير، دوت شير فايل، فايل ان انا ابعت الفايل الصوره اللي هو الصوره ده اللي هي الصوره، هي الصوره اختفت. طيب انا نحاول نفتح الكاميرا تاني اهي، وندوس كلمة صح وظهرت اهي. تمام، طيب نجيب شيرنج فايل، شيرنج فايل اهي، انا عايز ابعت الصورة دي وادوس، اول ما ادوس شيرنج يعمل ايه؟ يعمل شير. فين بقى الفايل؟ الفايل فين؟ انا هبعت ايه؟ معلش ركزوا معايا، هبعت ايه؟ انا هبعت ايه؟ هبعت دي اللي هي ايه دي؟ اللي هي الايمج، اللي هي الايمج دي، ايمج 1 صح؟ اهي. طب تعالى كده ندور ايمج 1 دوت ايه؟ دوت بيكتشر، الجيت بتاعها، الجيت بتاعها، احنا مش ست، احنا شفنا الست هنا اللي هي الاخضر، اما اللون الليموني كده اللي هو الجيت دوت بيكتشر، انا عايز منها البيكتشر بتاعتها. طب تعالى نجرب كده، انا خلاص خلصت، دوس شير، شوف زهره، شوف شوف زهره، شوف هيظهر بقى كل حاجه، هيظهر كل حاجه في الواتساب وفي كل حاجه زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شايفين. تمام، اول ما ادوس على الواتساب او اول ما ادوس على الفيس او الكلام ده كله، كل ده بايه؟ بيتحول على طول. طيب في عندنا ايه؟ طبعا احنا خلاص اول ما ندوس اهو شير هيبدا يبعت الايه؟ هيبدا يبعت الصوره بتاعتنا لاي حاجه احنا عايزينها. تمام؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للشير. تمام؟ طيب ماشي. طب انا لو عايز اعمل حاجه ثانيه، تعال نشوف خصائص الشيرنج الثانيه كده، تعال نشوفها. شير
فايل والفايل اللي هو الفايل اللي احنا قلنا ده. طب شير فايل ويز مسج يعني برساله، يعني ابعت كده تعالى كده وشيل دي كده هدي ماشي، تعالى ندوس دي كده ونخلي اول حاجه الفايل اهي. طب المسج ايه بقى؟ المسج تكست، انت عايز تبعت الصوره اللي هي الصوره دي اللي هي الصوره اللي هي الصوره دي. انا عايز ابعت الصوره دي بايه؟ عايز ابعت الصوره دي بايه؟ بمسج معاها، برساله معاها، ابعتها على الواتساب مثلا، فعايز ابعتها بمسج معاها، فمسج يبقى تكست. بجيب التكست كده ونكتب هذه مثلا، هذه صورة من واقع هاتفي. خلاص هتبدأ أول ما تبعت، خلاص يتبعت معها إيه؟ أول ما تبعت الرسالة دي يتبعت معها ال ال إيه؟ الرسالة دي، تمام؟ طب تعالى نجرب حاجة تاني؟ طيب عشان برضو تبقوا عارفين الشيرنج يعني إيه؟ طب شير مسج، كول شير مسج، هنا مختلفة، هنا مفيش ايمج. أنا بقى لو عايز أبعت شير مسج لمسج معينة وليكن، طب تعالى يعني نخلي دي بس كده على جنب ونرمي دي في السلة. طب تعالى إحنا كأن الصورة دي مش موجودة، تمام؟ وهنيجي نعمل تكست بوكس، تكست بوكس كده الافضل ان انتوا تبحثوا، لو انتوا حافظين الادوات بالاسم يعني كده هتلاقيها بالظاهره بدل ما تقعد تبحث ايه تبحث عنها. طب تعالى نعمل تكست بوكس كده اهو، هو اهو ظهر اهو اللي هو التكست بوكس ده، تمام؟ وهنقول بصوا بقى ركزوا، هنقول اللي هكتبه هنا ابعته شير. خلاص اللي هكتبه هنا يعني اللي هكتبه هنا اهو ابعته شير للناس يعني، تمام؟ ابعته في رساله لفلان او لمجموعه او لكذا او لكذا على حسب المستخدم هيكتب ايه، تمام؟ فانت كانك بتكلم المستخدم بالظبط. طيب احنا دلوقتي في ايه؟ طبعا هو بيقول لك شير مسج، المسج هيبقى ايه؟ بسهوله جدا يعني زي دي. فين التكست؟ التكست فين؟ اللي احنا نزلناه من شويه، التكست اهي. تكست دوت ايه؟ انت عايز تبعت مسج يعني ايه؟ تكست، تمام؟ يبقى دوت تكست اهي الجيت بتاعتها بس. موضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي 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 حاجه، موضوع سهل. اللي هكتبه هنا بصوا، اللي هكتبه هنا اهو وليكن اهلا، وليكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما ادوس شير ببدا ابعته للي انا ايه؟ للي انا عايزه. خلاص اهي بس باخد باخد الرساله وببعت اللي انا عايزه لايه؟ لاي حد. ده بالنسبه لي الرساله. طيب في عندنا ايه تاني من الحاجات برضو اللي في الشيرنج؟ الشيرنج جميل جدا على فكره. وعلى فكره في الاب انفنتور او في بعض المواقع الشبيهه بالكولار يعني مش بتتيح خدمه الشيرنج بالطريقه دي، يعني لازم اكستنشن ولازم الحاجات دي، فعشان كده كولار بصراحه مميز جدا في الحاجه في الاضافات يعني. طيب تعالوا كده نشوف حاجه تانية. شير مسج تو فيسبوك مسج، فيسبوك وشير مسج تو فيسبوك. طب تعالوا نجرب، انا ما جربتهاش بصراحه يعني، تعالوا نجربها كده ونحذف دي، خلي بس دي كده ونكتب المسج اللي هي ايه؟ اللي هي التكست بوكس يعني. تعالوا كده نشوف هيعمل ايه؟ يعني السلام عليكم، نعمل شير. يعني عمل الايه؟ فتح الفيسبوك على طول وراح ايه؟ وراح نزله. تمام؟ يعني فتح الفيسبوك على طول، تمام؟ وبعدين زي ما انتم شايفين كده، وان انا اقدر اكتب اي حاجه. ده بالنسبه لي الايه؟ ده بالنسبه لي المسج زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا
وليكن ده الشيرنج، قلنا خلاص عندنا برضو دي رسالة للفيسبوك، رسالة للفيسبوك ماسنجر، ودي شير مسج تو جوجل بلس وسناب شات والتليجرام، حاجات بقى بعينها يعني. واتساب برضو نفس النظام، ده عايز تبعت رسالة للواتساب برضو نفس الايه نفس القصة. ده بالنسبة لايه يعني، في برضو سيت وجيت، سيت شيرنج دوت شير ديالوج مسج وديالوج مسج. ده بالنسبة لي الشيرنج او ان انا اعمل شير للمنظر ده يعني. تمام، يعني زي ما انتم شايفين كده، وقلنا ايه نفتح الشيرنج. يعني دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى طبعا يعني لو في اي اسئلة او اي حاجة، الموضوع بسيط وسهل ان شاء الله مفيهوش اي مشكلة، واتمنى منكم ان انتوا لو في اي حاجة قدامكم او حاجة انتوا حابين ان احنا نطبقها مثلا من اي درس، انا معاكم مفيش اي مشاكل. عايزين تفهموا حاجة معينة اخصص لها درس معين، وانا اسف طبعا ان انا يعني بنزل درس كل فترة، ان شاء الله هيبقى في انتظام قريب عشان نقدر نخلص الدورة ان شاء الله في اقل وقت، وباذن الله كده الدورة هتنتهي ان شاء الله وما بقاش غير قليل، وهنبدأ ندخل بقى في التطبيقات نفسها وازاي نعمل تطبيق كامل مكمل. وطبعا بالنسبة للأسئلة الخاصة بان احنا نعمل امتى شاشة لوجين، هنبدأ واحدة واحدة لغاية بس ما ندخل في الاونلاين والاوفلاين، وان شاء الله هنبدأ ندخل في دروس متطورة كل شوية ان شاء الله. فركزوا بس في التطبيقات، ركزوا في التطبيقات اللي احنا بنعملها، وان شاء الله هنعمل ليكو دروس كويسة. وبالتوفيق ومع تحيات قناة بسيطة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.